للوقوف عند تسجيل حالات من الحمى النسفية بالعراق والمخاوف من موجة كورونا جديدة في ظل تردي القطاع الصحي، انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب الاختصاصي إبراهيم سليمان. دكتور إبراهيم، مرحبا بكم. ماذا يعني لكم وللملاكات الطبية في العراق ارتفاع عدد الإصابات بمرض الحمى النسفية؟ سجل العراق 96 إصابة في مختلف محافظات البلاد، ماذا يعني هذا الرقم دكتور إبراهيم؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناة الرافدين الأعزاء. أهلا بك سيدي العزيز. إلى الآن الرسمي الوفيات 18 إصابة، وفيات بالحمى النسفية، نعم، و96 إصابة، هذا الرسمي اللي فوق الطاولة. عدد الحالات المشتبه بها، يعني هسه الحالات المشتبه بها أكثر من 200 حالة، والكيرف مال الحمى النسفية بدأ يصعد عندنا بالعراق. ليش؟ ليش؟ لان اساسا ما عندنا مجازر للحيوانات، مجازر والطب البيطري فاشل، ما عندنا متابعه. بعد الاحتلال من 2003 لهسه كانت عندنا مجازر قبل الاحتلال، نعم. بعد الاحتلال اختفت هاي المجازر. الان شوف هسه الذبح بالمحلات مال القصابه، او نعم. بالشوارع بيع اللحم. بالمعلومة الحمى النسبية الهيمراتيك فيبر ينتقل الفيروس قبل اللحوم، اللحوم والألبان، نعم. حتى يعني كل شيء يخرج من الحيوان مصاب، حتى في الألبان دكتور، حتى في الألبان يمكن، نعم، أن ينتقل. نعم. طيب في هذا المجال هل لدى العراق قدرة طبية على مواجهة هذا الوباء الجديد دكتور؟ والله اكو فشل بكافه المفاصل صراحه، مو بس بالصحه، يعني مو بس بالصحه، احنا كصحه نستقبل، بس هذا المفروض هسه وزاره الصحه والبيطره والدنيا تتحرك، ما في تحرك. احنا يعني بالعكس هسه اخطر شيء بالحمى النسفيه المنتسبين مال الصحه، يعني من يجي المريض عنده حالات نسفيه من الخشم، من الرحم، من اي مكان اخر، هذا كل الطبيب والممرضه كلهم مهددين بالخطر. هاي المآسي ما نستحنا. دكتور حبيبي، نعم. دكتور، هناك موجه وباء جديده لكورونا، نعم. ما الذي كان يمنع الحكومه من التحرك طبعا لايجاد حلول تعالج اوجه القصور في القطاع الطبي، لا سيما يعني داخل المباني والمستشفيات، ما الذي يمنعهم من ذلك؟ نعم. سيدي العزيز، بس اقول لك هاي مال كورونا هذه كذبه كبرى اللي صارت الدوله، ما يسمى بين هلالين، حكومه عاشت على المساعدات، نعم، من الضمان. الامريكان ينطوهم 500 جرعه، 5000 جرعه، 50000 جرعه، فهمت علي؟ والدول هذه كلها حتى منظمه الصحه العالميه نطتهم حوالي تقريبا مليون جرعه. احنا الى الان ما وصلنا الى الكيرف اللي يقول 15% و20%، ما عندنا احنا. تدري انت هسه فضيحه كبرى بس ما حد يتداولها، اللي راحوا للعمره عملوا لهم كارتات مقابل ثمن على اساس ملقحين. هم ما ملقحين. هذه المعاصي، يعني انت واحد يروح البيت الله كما قالوا لا وش اسمه ويروح ممكن يصيب الناس، مو يصيب نفسه، صحيح، مرض هو بس يصيب الناس. هذا جزء من مآسينا، نظام فاشل، كل شيء فاشل بيه، فهمت علي؟ دكتور، ما يسمى بدولة بين هلالين. دكتور، نعم. تعتقد أن رفض التعيينات في القطاع الطبي ووضع بنود جديدة بالموازنة، هل تعتقد أنه سيؤثر على مدى كفاءة الطواقم الطبية؟ تعتقد ذلك؟ والله أنا ما أدري، اليوم قريت في التقرير، نعم، يقول لك جماعة الطب البيطري أطباء والأدوم خبرة والدنيا، يعني ما عوضوهم يعني بهذا الشيء، بس هذا جزء، نعم صحيح، جزء من حالة وليس كل الحالة، جزء من حالة. يعني دكتور أيضا بس دكتور، نعم. أنتم عرجتم على هذه النقطة ولكن لابد من الوقوف عندها، غياب، نعم، الرقابة الحكومية، تعتقد أنه يشكل جزءا كبيرا من المشكلة في العراق؟ إلى أي مدى يساهم في انتشار هذه الأوبئة؟ سيد العزيز، نعم، أنت دائما تكرر علي الرقابة الحكومية، نعم. حكومة ما تخيل، والله حكومة ما
يعني اليوم انت هذا تشيع الشاعر من ظفر النواب، اليوم اثنين المالكي وال وهذا الكاظمي. نعم. يعني اطفال حادوهم حادوهم متجددين بالسلاح حكومه وانهزموا من قدام الشعب. انا اتوقع الايام القادمه عبلة بالاعداد. دكتور، هو في هذا المجال لماذا تترك مشاريع حساسه كالمشافي عرضه للفساد والمحسوبيات في الاحزاب الحاكمه في العراق؟ لماذا لا توجد خطة حكومية لإنهاء الفساد المستشري في المؤسسات، خاصة نحن نتحدث في المؤسسات الصحية؟ ما السبب في ذلك؟ كلهم مشتركين في الفساد فوق إلى جوة، كلهم مشتركين ما يريدون يحاربون الفساد لأن هم جزء من الفساد، هاي المنظومة كلها جزء من الفساد. من بغداد الطبيب الاختصاصي إبراهيم سليمان، شكرا جزيلا لكم.